خالتي خالتي مرحبا خالتي، ذكرتيني؟ ايه تذكرتك. ان شاء الله لقيتي ابني؟ لا والله، في ناس قالوا لي انه سافر على باخرة وبجوز يرجع، وهي صار لي شهور عم بستنى، بس يا خوفي ما يرجع. لا يضل بالك، اذا كان عم يشتغل على باخرة تجارية اكيد رح يرجع، بس شايفك عم تشتري غراض من السوق. لمين؟ مراد بيك عم بشتغل عنده. الاشهب ما غيره؟ الاشهب نحن مراد بيك هون بالسوق وبسوق السمك وبالبور بنقول له الاشهب. شلونه معي؟ الحمد لله كثير منيح، الله يوفقه ويزيده من نعيمه يا حق. خاطرك يا ابني. الله معك. ابو محمود يا ابو جابر تعال عملي دقني. يلا بس خلصوا شعراته للريس جميل بيجي لعندك على راسي شواربك. عند الاشهب